من الأسئلة المهمة اللي تطرح، هل السكن بجانب أبراج الاتصالات هذه نفس اللي تشوفونها أيا كان نوعها 4G 5G هل تؤثر على صحة الإنسان؟ هل تسبب سرطان؟ هل تؤثر على الدماغ أو أي شيء في صحة الإنسان؟ الإجابة هي لا، هذه الأبراج لتقوية الاتصالات والشبكات لا تؤثر على صحة الإنسان، لا تزيد خطر الإصابة بأي نوع من السرطان، لا تسبب أي مشكلة صحية، لا تؤثر على الأطفال، وكل هذه بإثبات الدراسات. هذه أبراج الاتصالات تصدر موجات كهرومغناطيسية تأثيرها على جسم الإنسان إحنا كأطباء نصنفها غير مؤينة، يعني لا تتفاعل مع الخلايا ولا تسبب أي مشكلة ولا تغير الحمض النووي لنا. طبعا هذه الإجابة اللي ذكرتها هي الإجابة العلمية الطبية المعتمدة، وأنا قاعد أقولها وما كنت أعرض مصالح، يعني ما عندي شركة اتصالات وحتى ما عندي أسهم في أي شركة اتصالات. فإذا أنت ساكن يم هذه الأبراج لا تحاتي، إذا بيحطون برج فوق بيتك أنت لك الخيار تقبل أو ما تقبل، لكن طبيا أو صحيا لا توجد خطورة من هذه أبراج تقوية الاتصالات على جسم الإنسان.